انك انت مهتمه في مجال البرمجه، ايش هي لغات البرمجه اللي انت تعرفيها؟ في الحقيقه هناك الكثير من لغات البرمجه، ولكنني افضل لغه بايثون لانها ساعدتني في مسابقه تدريبيه في مركز ستيم، ولقد شاركت فيها وحصلت على المركز الثالث انا وفريقي، وكان دوري هو تركيب روبوت والحديث عنها. كذلك هل في برامج اخرى تعرفيها عن البرمجه؟ ايوه، عندي شات جي بي تي وكوبايلوت والكثير منها. جميل، ايضا لديك اهتمام بتقنيه الذكاء الاصطناعي، فلو تخبرينا عنها شويه. انا يعني بس اخبركم اولا بكيف بدأت في هذا المجال. يعني اولا امي وابي نظموا يعني مسابقه في البيت عن يعني عرض مرئي عن الذكاء الاصطناعي، فقدمت وحصلت على الجائزه، ومن هنا انطلقت في هذا المجال وتعمقت فيه. عندي موهبه في تركيب الروبوتات وبرمجتها. جميل صديقتنا، ايضا في عندك مواهب اخرى او فقط موهبه البرمجه؟ موهبه البرمجه. جميل، ليش تحبين زين مجالات العلوم والروبوت؟ تنمي موهبته وتعطينا مجالات كثيره في الذكاء الاصطناعي، وتطورنا في هذه المجالات وتفهمنا في لغه البرمجه. كذلك انا اليوم اشوف انك انت جايبه معانا روبوت، فممكن انك انت تخبرينا ايضا عن مجال الروبوت شوي؟ نعم. عندنا في مجالات الروبوتات، أول شيء احنا في تعريف الروبوتات. الروبوتات اللي هي آلة ميكانيكية صنعها الإنسان تقوم بأداء مهام معينة عن طريق الأوامر البرمجية التي تقدم إليها. كذلك لنا أهمية الروبوتات في هذا اللي هي تقوم بتوفير جهد ووقت للإنسان، كذلك أنها توفر لهم تقوم بالمهام الصعبة التي لا يتمكن بها الإنسان بقيامها. جميل صديقتنا، زين هل شاركتي في مسابقات معينة؟ نعم، شاركت في العديد من المسابقات، منها مسابقة تحدي العلب اللي هي كانت إنه في عندنا حلبة دائرية تقوم بإفراز علب سوداء عن العلب البيضاء، كان يتمكن الروبوت من فرز هذه العلب. كذلك شاركت في مسابقة الهيدروجين الأخضر، كانت توجد لنا حلبة توجد فيها ذرات من الهيدروجين الأخضر لتقوم بتجميعها في منطقة واحدة.